أيضا من جنبة فنية مهمة أن هناك فيديوهات واضحة تتحدث عن شراء مرشحين لبطاقات الناخبين، ويصوروها بالتليفون أو ترسل، وأكو أيضا طبعا هذه أكيد مو قديمة، فيديوهات حديثة حول قضية الشراء، طبعا دون أن يعني تذهب الحكومة نحو التحقيق في هذه المسألة، لكن بالنسبة لكم أتكلم من جانب فني، موقفكم من مسألة شراء البطاقات الانتخابية وأثرها على نتائج الانتخابات، أثرها على آلية التصويت وإجراءات التصويت. هي بها جنبتين، الأول شيء الجنب أنه إحنا يعني دائما عملنا مدعوم من قبل رئاسة مجلس الوزراء سيد محمد الشياع السوداني، دائما هو داعم لعمل مفوضية الانتخابات وموفر كل متطلبات العملية الانتخابية، مطلع على كل إجراءات المفوضية، وكذلك رئاسة الجمهورية مطلع على كل إجراءات المفوضية، فبالتالي أكيد لديه العلم سيد رئيس مجلس الوزراء، لديه العلم أن هذه البطاقات لا يمكن استخدامها بالإنابة ولا يمكن استخدامها بالتخطي، فبالتالي الشخص الذي اشترى هذه البطاقات إذا كان هذا الموضوع صحيح أو غير صحيح هي فرصة أنه نتحدث به للناخبين، فنقول له أنه أنت يعني خسارة. لا هو أكيد صحيح سيد جمال، حتى لو كان يعني صحيح، حتى لو كان صحيح يعني حتى يعني أعرف أنه هذه خسارة بالغة صراحة لي هو لهذا الشخص. لماذا؟ أولا البطاقة البيومترية هناك في جهاز التحقق مع البطاقة البيومترية هناك مطابقة ثلاثية، يعني البصمات موجودة مخزونة في البطاقة البيومترية ومخزونة في جهاز التحقق، فضلا عن بصمته الحية هناك مطابقة ثلاثية لهذا يعني لهذا الناخب عندما يراجع ما عنه. ما ممكن لأن بصمتك موجودة عندي وتخطي ما موجود. ليش؟ التخطي بالتسجيل البيومتري سوينا التخطي انه الشخص معاق مثلا مقطوع الايدي، كتبنا عنه هذا تخطي. اكو بعض مريضين يكون عندهم امراض وهذا تسجل وصحيا مسجله، فسوينا له تخطي، لكن بالمركز ماكو تخطي، يعني انت حضرتك اذا راجعت وبصمتك ما طلعت وحاولت مره ومرتين وجزء انت مخرب البصمه وتريد تحاول تسوي تخطي، ماكو تخطي، ما لك انتخاب، ما تشارك. فإذا شخص انتم مأشرين عليه، مأشرين عليه تخطي، فإذا شنو الفرق انه من سجلنا بايومتريا سجلنا انه هذا تخطي، فبالتالي انا اذا اروح واراجع واقول بصمتي ما طلعت ولا تخطون ماكو تخطي، خلاص اطلعي ما عندك ما تشاركين بالانتخابات. يعني فإذا انا جايه وجايبه 10 بطاقات اسوي التخطي وافوت واسوي التخطي بس ماكو هذه اللغه، فنقول له سواء كان اي شخص يكون يعني انه هذه العمليه صراحه البائع والمشتري انه هذا لا انا صراحه كل بعض يقول لك مثلا حيعينونه او شيء هيك يتاملون انه هذا اذا صار راح يعينهم او هيك شيء يأملهم فبالتالي الناس تصدق هذا الموضوع، فاقول له يا عزيزي انه هذا الموضوع غير صحيح وما ممكن، لأن المفوضية ألغت التخطي في هذا الجانب، التخطي موجود في القانون 20%، فبالتالي سجلت المفوضية من يتخطى. أراجع أنا خلاص هذا الشخص أنا رايحة عندهم من سجلت بيومتريا أنه أنا ما عندي بصمة، مدى تطلع بصمتي كتبوني تخطي، فمن أروح شخصا أروح أنا أتخطى، ما ممكن أنه حضرتك تجي أنت تتخطى بمكاني، هذا ما موجود، أغلقت هذه الباب، هذا الباب أغلق موضوع التخطي، فالناخب اللي ما تطلع بصمته يوم الانتخاب ما يحق للمشاركة بالانتخاب.